بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة نوعات دعاء مرسي. النهاردة هنعمل حاجة حلوة بالكروشيه. هنعمل فرع شجرة. كنت عملت لكم قبل كده وردة مجسمة، وبعدين قلت لكم هعمل لكم فرع الشجرة في حلقة تانية ان شاء الله. فالنهاردة قررت اعملها لكم عشان تبقوا عندكم الوردة بالفرع الشجرة. اسهل حاجه ممكن تعمليها في فرع الشجره، سهل جدا. هقول لك هتعمليه ازاي. الاول احنا عندنا خيط ده خيط قطن، تمام؟ ممكن تعمليها بقى بخيط صوف، خيط قطن، اي خيط انت عايزاه بيعجبك. انا عندي ده خيط قطن اهو، تمام، وعندي قصافه وعندي ابره. انا بشتغل بابره رقم 0 اهي، شوف باينه ولا لا. اهي باينه، تمام. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل 15 سلسله، هنعمل 15 سلسله. عقده البدايه زي ما عودتكم انا بشتغلها كده، انا بلف الخيط اهي، بحط الابره تحت الخيط كده، تمام، اهي الابره تحت الخيط وبلفها وبمسكها بصبعي هنا، تمام، اهي مسكتها بصبعي، باخد لفة والتانية واسحب الخيط اهي، شايفين؟ حتى لو حبيت افكها تبقى سهلة. بص لما اجي افكها اهي، تمام. نعملها تاني، احط الابرة تحت الخيط واشدها بصبعي والف لفة والتانية واشد الخيط، تمام. طب هعمل كم غرزة؟ هعمل 15 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 سلسلة، تمام. هعمل ايه؟ شايفين الغرزة اهي دي اللي بعد السلسلة دي؟ احنا خلاص خلصنا 15 سلسلة، اللي قبلها على طول هي دي. هخش فيها بالشكل ده كده، هعمل غرزتين حشو. ادي 1 اهي بالراحة، وهخش في نفس الغرزة تاني هعمل كمان غرزة حشو، تمام. اهي يبقى كده عندي غرزتين حشو خلاص. طب هعمل 2 عمود، 2 نص عمود، معلش، 2 نص عمود، 2 نص عمود. ادي 1 اهي، بعمل بالراحة تاني اهو، ادي 2 نص اهو، بطلع ميهم كله. يبقى انا عملت غرزتين حشو واتنين نص عمود، تمام. هعمل 2 عمود بلف، لف الخيط تحت الابره، وهخش هعمل ادي اول عمود لفه، اطلع من 2 وبعدين اطلع خالص، اطلع كمان 1، اطلع من 2 واطلع كمان خالص. ادي كده كام؟ 2 عمود بلف. يبقى احنا عملنا 2 غرزه حشو، 2 نص عمود، 2 عمود بلف. هنعمل 2 عمود بلفتين. ادي لف الخيط على الابره مرتين اهو، تمام. ادي اول 1، هطلع من لفتين وادي اللفه الثانيه وادي الاخيره. هلف الخيط على الابره تاني وهدخل هعمل، تمام، هطلع من الثانيه اخر 2 بعدين تاني. ادي كده، يبقى احنا عملنا ايه تاني اهو عشان ما تنسوش؟ 2 غرزة حشو، 2 نص عمود، 2 شايفينه، 2 اهم عمود بلفة، 2 عمود بلفتين خلاص. طيب هعمل، خلصتهم، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. هخش 3 سلسلة اهم، هخش فين؟ في اول سلسلة عملتها اللي هي دي اهي، 3 سلسلة، هخش في دي هعمل غرزة بيكو اهي، هخش فيها، دخلت فيها هطلع
وهعمل غرزة حشو. تمام. طب هلف اللفة تين على الإبرة، لفتين على الإبرة. تمام. اللي عملته هنا هعمله هنا، يعني انا عملت غرزتين حشو، اتنين نص عمود، اتنين عمود، اتنين عمود بلفتين. هنا هعمل نفس الحكاية بس هعكس، انا بدأت انا نهيت باتنين عمود بلفتين، هبتدي بيهم هنا. ادي ادي واحد كده اول عمود اهو. تمام. وادي تاني عمود، ادي لفتين اهو اهو. خلاص. طب بعديها هعمل ايه؟ اتنين عمود عادي بلفة واحدة، اللي هو ايه اللي عملناه هنا اهي. اتنين عمود بلفة واحدة. اتنين عمود بلفة واحدة. خلاص. وبعدين هنعمل ايه؟ اتنين نص عمود. ادي هنخش في نفس المكان، كله في نفس المكان. ادي اول عمود نص عمود، او تاني نص عمود. تمام. ايه تاني؟ احنا بدأنا باتنين حشو، هعمل هنا اتنين حشو برضو. ادي غرزة حشو، وادي غرزة حشو. خلاص. خلصنا. طيب شايفين اول سلسلة بدأنا بيها الحشو دي اهي، هخش فيها بالشكل ده كده. خلاص اهي باينة، دخلت فيها. تمام. هعمل منزلقة. تمام اهي، عشان تبقى معايا ورقة الشجر اهي. شايفين حلوة ازاي؟ اهي دي ورقة الشجر. طب عادة تكتفي بيها كده، تكتفي بيها كده. تمام. عادة تكملي فرع شجرة تاني، احنا هنكمل فرع شجرة تاني. عادة تعملي بيها كده وانت تحطيها على اي حاجة مثلا. اخدها كده اهي. تمام. مش عايزة، هنكملها تاني نعمل فرع شجر متوسط، هنكمل اللي احنا فيه. تمام. احنا قفلنا هنا اهو معايا بغرزة منزلقة في اول غرزة حشوة عملناها. تمام. طب هطلع بخمستاشر سلسلة. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، اربعتاشر، خمستاشر. خمستاشر سلسلة. شايفين؟ طب هعمل ايه؟ الغرزة زي ما عملنا هنا بالظبط. قلنا الغرزة اللي هي قبل دي اهي، دي اللي احنا اخر غرزة عملناها اللي قبلها، هنخش فيها برضو اهي، وهعمل اتنين حشو اللي احنا عملناه في الورقة الاولى. ادي اول غرزة، ودي تاني غرزة، اتنين حشو. عملنا ايه تاني؟ عملنا اتنين نص عمود، لف لفة على الابرة، وهعمل اتنين نص عمود. تمام. اهو عملنا ايه تاني؟ عملنا اتنين عمود بلف. ادي اول عمود اهو، ودي تاني عمود. تمام. وبعدين عملنا ايه؟ اتنين عمود لفتين، هنلف لفتين على الابرة اهو. ادي اول عمود لفتين، وادي لفتين تانيين، وهعمل عمود التاني اهو. حلو كده. طب خلصناهم، هنعمل ايه؟ تلاتة سلسلة زي ما عملنا الورقة الاولى. تلاتة سلسلة. هنعمل ايه؟ هندخل اهي في اول غرزة عملناها من التلات سلاسل، وهطلع وهعمل غرزة حشو عشان تبقى معايا غرزة بيكو اهي. تمام. طب هعمل ايه؟ لا قلنا اللي عملناه هنا هنعمله هنا. عملنا ايه هنا؟ عملنا اتنين حشو، اتنين نص عمود، اتنين عمود بلفة، اتنين عمود بلفتين. هبدأ هنا بس بالعكس بقى، انا هنا نهيت بالاتنين عمود بلفتين، هبدأ بيهم لفتين على الابرة، وهدخل في نفس المكان وهعمل اتنين عمود بلفتين. تمام. ادي خلصناه. بعدين اتنين عمود بلف، ادي اتنين عمود
بلف تمام. وبعدين عملنا اتنين نص عمود اهو، اتنين نص عمود اهو. وبعدين عملنا ايه؟ عملنا اتنين حشو، ادي اول غرزة حشو وادي تاني غرزة حشو. وبعدين عملنا ايه؟ دخلنا في اول غرزة حشو، شايفينها مش عارفة باينة اهي تمام، اول غرزة حشو اهي، هي تبقى ضيقة شوية معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بطلع اهي، دخلت هنا بطلع وهعمل ايه؟ منزلق اهي، بتبقى معايا ورقة الشجر تمام. طيب هنكمل زي ما احنا برضو هنعمل 15 سلسلة. احنا خلاص خلصنا تاني، ادي 1 2 3 4 اهو، عملت 15 سلسلة اهو تمام. هعمل نفس اللي عملته تاني اهي، السلسلة اللي قبلها على طول هعمل 2 حشو تمام، وبعدين هعمل 2 نص عمود. انا هكمل معاكم وهرجع لكم تاني اهو يا بنات. رجعنا تاني مع بعض، انا هنا اشتغلت حوالي شوفوا كم ورقه بالشكل ده كده. انت طبعا تعمل حسب الطول اللي انت عايزاه ماشي. انا هنا خلصت، عملت لكم بصوا طبعا حسب الطول اللي انت عايزاه. ادي تبقى الورقه كده، تجيب الورقه كده اهي، واحده كده واحده كده تترتبيهم اهي، شايفين شايفين يا بنات اهي. دي فرع الشجرة، ممكن تزيني بيه فستان بنوتك، عندك فستان مثلا، عندك بادي مفهوش حاجة سادة تحطيها عليه، عندك مثلا كم عباية، حسب ما انت عايزة بتعملي. ده فرع الشجرة بتاعنا النهاردة، انا عملت اهوت، عملته طويل، انت حابة تعمليه قصير، انا كنت عاملة واحد برضو قصير اهو شايفين اهو، شايفين ده قصير كنت انا عاملاه برضو اهو. انتوا شايفين الشكل كده، حسب ما انت عايزه تعملي بقى، تعملي طويل تعملي قصير براحتك. بس ده الفكره بتاعتنا النهارده سهله، يعني من خلال انت يعني فتله واحده ما قطعتش، عملنا شوف قد ايه حتة واحدة ماسكة اهي، ادي مش شكله من ورا، شايفين شكل من ورا حلو ازاي؟ مش اي حاجة، ادي يعني ادي الفرع اهو، ادي من ورا اهو شايفين، مفيش اي حاجة، الشغل نضيف بتاعنا وتمام مية مية تمام. ادي الفرع بتاعنا النهاردة اللي احنا عملناه، اتمنى يا رب يعجبكم. ولو عجبتكم بقى ورقة الشجر دي وفرع الشجر ده، متنسونيش تدخلوش عليا في اللايك وتفعلوا الجرس تشتركوا في القناة، واتمنى يا رب القناة تعجبكم، محتواها يعجبكم. وشكرا ليكم وسلام عليكم.